من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فنستمر في حديثنا مع كتاب الله جل وعلا من سورة القمر، من قوله سبحانه جل وعلا: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، إلى آخر الآيات. وكان الحديث عن الأنباء والنبأ بما هو خبر من السماء يأتي بحقائق الإيمان وحقائق الغيب، هذه الحقائق التي هي مدار الدين كله ومدار الوجود كله. والإنسان إذ يرتفع إلى مرتبة الإنسان، يعني يخرج من بهميته ويرتقي إلى مرتبة الإنسان، بغض النظر عن الإيمان والكفر، أنه يعني الإنسان بما خلقه الله جل وعلا على فطرته الإنسانية البشرية، حينما يرتقي إلى هذه الدرجة ويتحقق بها فإنه يبدأ التفكير بصورة طبيعية في معنى وجوده. ولذلك بينا غير ما مرة أن الله جل وعلا أمر الكفار بأن يتفكروا في الآية التي نذكرها مرارا وتكرارا لهذا الغرض، من قوله سبحانه مخاطبا رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام: قل إنما أعظكم بواحدة. الخطاب موجه هنا إلى الكفار، إنما أعظكم، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل يا محمد لهم للكفار، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالإنسان السوي فطرة لا بد وأن يتفكر. وكان علماء التوحيد منذ القديم يسمون هذا النظر بالنظر الأول، النظر الأول يسمونه بالنظر الأول، يعني النظر، أي النظر هنا النظر التفكير الاجتهادي، أي أنهم يجتهدون ويتفكرون ولكن قبل الإيمان. ولذلك قالوا النظر الأول، أي قبل أن يكون هناك عند الإنسان إيمان ولا إسلام، فمفروض فيه من حيث هو بشر أن يفكر. قل إنما أعظكم بواحدة، وهذا نص واضح في الأمر أنه خطاب إلى الكافرين، فما بالك بالمؤمنين الذي آمن وتلقى الحقائق وحيا من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أدعى وأحرى بأن يكون من المتفكرين. ولذلك مدح الله جل وعلا أولي الألباب بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى ما هو في هذا السياق من مدح المؤمنين. فإذن قضية النبأ تحصل بعد التفكر، يدرك الإنسان أنها هنالك إذن حقائق خلف هذا الكون مجهولة ويحتاج إلى الكشف عنها. القرآن جاء بها كاملة مفصلة، وبين القرآن الكريم هذه الحقائق المهولة: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم. أنئذ يصدم الإنسان بالحقيقة، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، أي خروجهم من الأجداث يكون بشكل يعني سريع، بحيث تنطلق البشرية أفواجا زمرا زمرا، فوجا بعد فوج في سيرهم إلى الله جل وعلا، إلى المكان الذي تحشر فيه البشرية جمعاء من آدم إلى آخر، من يكون كما في الحديث الصحيح على صعيد واحد مهطعين، أي مسرعين مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر، فالكافر آنئذ يصدم بحقيقة البعث،
ولا يحتاج أنا إذن إلى أدلة إثبات ولا إلى، لأنه يجد نفسه في البعث حقا ووجودا، لا يحتاج إلى هذا الأمر الذي سيجادل فيه كما يجادل الآن في أمر البعث والنشور. فدليل البعث والنشور القاطع هو البعث والنشور. ولذلك الله جل وعلا كلما خاطب رسوله عليه الصلاة والسلام في شأن الكافر وشأن المتردد، يعني إلا وبان له الحجج التي هي النظر في ملكوت السماوات والأرض، ولكن الحجة القاصمة القاطعة هي الحقيقة البعثية نفسها. دعه فالمقابر ستبتلع الناس أجمعين، والدليل سيكون آنئذ هو حينما يبعث، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. آنئذ سيدرك الحقيقة بنفسه، آنئذ سيعرف هذا الأمر الرهيب مطيعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسير. وها هنا استأنف الله جل وعلا كلاما نقف معه اليوم، وإنما هذا أرتبناه على ما سبق من الكلام. نفتتح اليوم قضية أخرى تنبني على ما سبق، لكنها تتعلق بوضع المؤمن في الأرض حينما يكفر الناس أو حينما يفسق الناس. فالكفار أنكروا وجحدوا الربوبية أو الألوهية أو البعث أو النشورة أو ما شبه ذلك من أركان الإيمان، والفساق والعصاة الذين يعني هم سلموا بحقائق الإيمان لكن ما طبقوا شيئا منها أو ما طبقوا بعض الأركان. المؤمن الذي يقبض على دينه في زمان الفتن كما في الحديث كالقابض على الجمر، يخاطبه الله جل وعلا خطابا لطيفا جدا بهذه الآيات. ولذلك ذكرت غير ما مرة أن القصص القرآني لا يعني أنه فقط يحكي أحداثا من التاريخ وحسب، لكن القصص، وهذا بالاستقراء التام والاضطراب في كل القرآن من عهد آدم إلى عهد رسول الله محمد بن عبد الله سيدنا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كل القصص الذي مر في التاريخ ما وظيفة حكايته؟ إنما يحكيه الله جل وعلا، يقصه قصة لأن فيه سننا، يعني قوانين التاريخ كما يعبرون اليوم في المجتمع المعاصر وعلم التاريخ، لأن فيه سننا ستقع في الحاضر وفي المستقبل. صحيح تفاصيل لا تتكرر، يعني يقول أنت التاريخ يعيد نفسه، التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ من حيث هو تفاصيل جزئية لا يعيد نفسه ولا يمكنك أن تسبح في النار مرتين، لكن التاريخ من حيث هو سنن يعيد نفسه، لأن حقائقه السننية يعني المنهجية ثابتة كقانون الجاذبية في الأرض منذ أن خلق الله الأرض إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة، يعني ما من جرم ثقيل رميت به في الفضاء إلا ورجع منجذبا إلى الأرض، هذا أمر ثابت. فكذلك في الاجتماع البشري، يعني في العلاقات ديال الناس مع الناس ومع الدين ومع الحقائق ومع الطبيعة ومع الأشياء، هذه السنن ثابتة وهي التي يقص الله جل وعلا حقائقها في القصص. وخايا الشخصيات متعددة ومتغيرة، مرة نوح مرة إبراهيم مرة موسى مرة عيسى مرة محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا أفضل الصلوات والتسليم، فكل ذلك يستبطن منهجا قرآنيا ينبغي أن يكتشفه الإنسان ليدرك ما ينبغي أن يكون عليه في زمانه هذا. ما يمكنش رب العالمين سبحانه يحكي لنا يعني قصص ديال سيدنا نوح وديال سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى ومن قبلهم ومن بعدهم، يعني غير باش يونسنا تسلية كما يقول بعضهم، لا أبدا. صحيح قد تكون تسلية مقصودة ولكن بالتبع لا بالأصابع، يعني ممكن أن الله تعالى سبحانه وتعالى كيحكي لنا باش يخفف علينا الهم، يعني تسلية، ولكن ما يكون هذا هو القصد الأصيل، هذا قصد من المقاصد لكنه مقصد تابع مش هو المقصود بالدرجة الأولى، وإنما المقصود بالدرجة الأولى أن تستنبط الحكمة من القصة لأنها ستقع لك حتما، وما حكى الله قصة إلا لأنها ستتكرر حقائقها المنهجية في الحاضر وفي المستقبل.
ما كاينش الحكايه من اجل الحكايه بحال القصه البشريه. سبحان الله عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. وسنذكر بعض هذا الامر مما يسر الله اليوم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. نوح عليه السلام حينما جاء الى قومه بدعوته. فهذا رب العالمين يقص على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. والاصل في الامر انه الحديث مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، يعني اقتربت الساعه وانشق القمر، كل ذلك في سياق الحديث الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني ويخاطب فتولى عنهم، يعني من المخاطب؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يوم يدعو الداعي الى شيء نكر فتولى عنهم، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، فيخاطب في علاقته مع قريش ومع سائر الكفار في زمانه. والآن يرجع به إلى التاريخ القديم إلى نوح ويقول له لك في نوح عبرة. ما هذه العبرة؟ هي ما سيذكره الآن. حينما كذب نوح وازدجر، قالوا مجنون وازدجر، يعني وصفوه بما وصفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الوصف قيل قبلك، قيل يعني وصف نوح وغيره، وصف نوح بالجنون، وازدجر أي من الزجر، وتحدثنا هذا الازدجار بإضافة الدال أنه يعني تشديد في الزجر والمنع والطرد والتعسف إلى غير ذلك من الظلم وسائر أنواع الاستبداد الذي قد يقع ظلما تجاه المؤمن بالله جل وعلا. ازدجر عن دعوته، منع، سب، شتم، كل شيء وقع لنوح. فالرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ وينصت إلى كلام الله جل وعلا، ويقع بقلبه ما يقع من حقائق في أن التجربة الدعوية والإيمانية في زمان يتخلى فيه الناس عن الإيمان لا بد وأن يكون حامل مشعل الإيمان يعاني أنه مؤمن، وهذا ثابت مستقر عبر تاريخ الدعوات، دعوات الأنبياء والرسل والمصلحين ممن اقتفوا أثر الرسل من الصديقين والدعاة إلى الله جل وعلا بصدق. ما من مؤمن يتجرد للدعوة إلى الله جل وعلا في أزمنة يعني تعم فيها بلوى الفتن إلا وسيناله شيء مما نال الأنبياء والمرسلين قبل من الابتلاء. فهذه قاعدة مضطردة ومنهج، لكن هنالك سر أعمق من هذا وهو الذي سنذكره بحول الله بعد قليل. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ونقف عند هذه النقطة لا نضيف شيئا. نوح عليه السلام حينما غلب وحينما وجه وحوصرت دعوته، أربعة خمسة الناس قليل يعني نسبيا يعني ممن آمن بنوح، ما بقي له حيلة. وتعلمون كم عمر نوح؟ ألف سنة إلا خمسين، في قوم يعني دعا أجدادهم وأبناءهم وأحفادهم وأبناء أحفادهم أجيال وهو يدعو، والكفر لا يلد إلا كفرا. فحينما يعني وجد أن التجربة يعني الدعوية التي كلف بها وهي الرسالة يعني لم تنتج إلا هذا القليل، ووجد أن الكفر لا يلد إلا كفرا أجيالا بعد أجيال، التجأ إلى ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فانتصر الله، رب العالمين انتصر له. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، إلى آخر السياق من قصة نوح، وسنأتي على تفاصيلها بعد بحول الله جل وعلا. ولكن الشاهد وهذا هو سر الأمر، يعني السنة الثابتة. والشيء العجيب أن الأرض جميعا في عهد نوح، كرة أرضية كلها كافرة، ما فيها من المؤمنين إلا نوح وقلة ممن اتبعه على خوف من قومه، يعني واحد الكمشة من المؤمنين مع نوح. ولكن الشيء العجيب أن الله جل وعلا مع ذلك يستجيب لنوح، وهو فرد من يعني مجتمعات شتى
من أهل الكفر فيغرق الأرض جميعا ولا يبقي على ظهرها أحدا، وينقذ نوحا والقلة القليلة التي معه. ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ من هذا مبدأ، قانونا، سنة إلهية من السنن العجيبة في القرآن الكريم، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا اتخذ عبدا وليا، وأول الأولياء الأنبياء والرسل، إذا اتخذ عبدا وليا انتصر له ولو كان فرضا، خي واحد، ولو عم الكفر والظلم والفسوق والفجور الأرض جميعا، ولو كانت البشرية تبلغ أو بلغت أعدادها الملايير من الناس. يعني رب العالمين سبحانه ينظر إلى أهل الأرض في هذا الزمان وفي ذلك الزمان وفي الزمان المستقبل وفي أي زمان، وتكون البشرية يعني فيها الملايير كما في هذا الزمان تسكن الأرض، ولكن عنده واحد العبد من عباده الصالحين في جزيرة، في مدينة فاسقة أو فاجرة أو كافرة، يعبده ويوحده ولا يشرك به شيئا، ويستغيث به، يستغيث بربه أنا الليل وأطراف النهار، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل موازين الكون كله لصالح ذلك العبد. يعني بحيث أنه يعني العبرة اللي كيأخذها سيدنا محمد أو اللي كيعطيها رب العالمين، والحكمة كيعطيها رب العالمين سيدنا محمد في السياق، وللبشرية جمعاء، لي ولك ولكل مؤمن، أنه لا يئس العبد من روح الله ولا يستهين بقدرة الله وعظمته. ما يجيكش البالك أنك أنت في هذا الزمان يعني الفساد عما وطم وكذا إلى آخره، وأنك تتحمل يعني مسؤولية التدين، يعني ربي ما سيقلكش الخبر سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالمؤمن اللي بغى يشد بعزيمة الإيمان ويأخذ بحقائق الدين ليعلم أن الله مطلع عليه وسينصره. ولذلك المؤمن الحكيم، واحد العدد الناس يجيوا يطلبوا فتاوى، عندي ضرورة في كذا، عندي يعني شركة مولها ما كيخلينيش نصلي كذا إلى آخره، يعني يريدون أن يصلوا إلى بعض المحرمات يعني تحت ذريعة الضرر والضرورة والحاجات وغير ذلك من القواعد الفقهية التي قد لا تناسب حقائقهم الإيمانية، وينسون أن الله موجود سبحانه. اتصل بمولاك أولا اللي خلقك، واعلم أنك إن عبدته حقا، إن كنت له عبدا حقا، راهي صدف ذلك البشر كله سبحانه وتعالى لا نصفه إلا بما وصف به نفسه، وإنما القصد المعنى من أجلك أنت، ولكن حقق شرطا واحدا، كل لله وليا. يعني هذه الولاية راه ماشي شي خيال، أن واحد تعطت له واحد الصورة خرافية الولاية، يعني بحال الإنسان ما عرف شنو خصو يبلغ من الدرجات والرتاب، لا لا ليس هكذا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما وصفت صديقيته قال فيه الصحابة ما فاق الناس، يقصد أبو بكر الصديق، بكثرة صلاة ولا صيام، ما كان شيء هو يعني من الناس اللي يقوموا الليل ما ينعسوش ويصوموا النهار ما يفطروش، لا، كانت عبادته وسطة كسائر الناس، لكن فاق الناس بشيء وقعها هنا وهو الصديقية، واحد درجة من العزيمة واحد درجة من اليقين جعلته ثابتا في كل المواقف لا يتزحزح، وما بلغه شيء عن سيدنا رسول الله إلا قال صدق صدق، كما في حديث إن كان قد قالها فقد صدق، حديث الإسراء والمعراج وفي غيره كثير. فإذا العبد يعني حينما يكون لله ويتوكل على الله ويأخذ بالعزيمة، فالله جل وعلا حاشا أن يتخلى عن عباده. لما تختار العزيمة وتختار ديال الله، فالله جل وعلا أيضا يختارك ويصطفيك. ولذلك سبحانه وتعالى قد يعني يجعل من ثلة قليلة انطلاق الخير في الأرض كلها، وتقدر تحقر انت هذه السلة القليلة. حتى واحد ما كان كيجيب له في البال ديالو أن شرذمة، ولكن الآن كانت تصورها سهلة لأنه التاريخ تكون وأن الحضارة مشات، لا، تصورها في عهدها وهي يعني واحد سلة قليلة من العربي بزمن سيدنا محمد يعني، وعلى رأسهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومعه ثلاثة أربعة خمسة الناس بداية الأمر،
سيكونون جميعا أو سيكونون حضارة تخلف حضارة الفرس والروم، وتعمر الأرض قرونا عديدة. ما تطيحش على البال، يعني المقاييس المادية والحسابات الحضارية والسنن التاريخية، يعني المادية أقول ضد هذا التفسير، مستحيل عقلا أن واحد الناس ما عندهم من مقومة الحضارة المادية إلا الصفر، من الرمل طالعين من الرياح والاقتتال، قبيلة تقتل أخرى على لا شيء، والسذاجة الفكرية التي كانت عند العرب الجاهلية، حروب باحث الغبراء وكذا وكذا، يعني سنوات 40 سنة على الأخوة على لا شيء، كيدل على سفه العقل العربي. وفعلا كان سفيا، كانت واحد السنوات وما يقرونا في المدرسة، وكانت يعني النخوة القومية آنئذ أن العرب يعني قبل الإسلام كانت عندهم حضارة، منين أي حضارة كانت عندهم؟ لولا الإسلام لكانت الأمة العربية القديمة قد بادت انقرض، لأن التطور التاريخي ديال المجتمع العربي القديم كان آئلا إلى الانقراض بسبب الاقتتال كما وقع الشعوب شتى. ولكن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فمن الله به على العرب وأخرجهم من الظلمات إلى النور، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما كانوا في الخير، منين يجيهم الخير؟ هذا يعني تفسير التاريخ بالمقلوب الذي كان يحصل، وإنما تاريخ هذه الأمة يبدأ ببداية رسول الله ولا بدأ لها قبله. ولنا في حديث عجيب خير دليل على هذا الأمر، وسأذكره بعد قليل. فإذا يعني المعطيات التاريخية والحضارية لا ترشح الجزيرة العربية، لا ترشح الأعراب لشيء، لا ترشحهم لشيء. حالة الإنسان العربي يعني قاطع طريق، يعني وإذا عمل شيئا من المكرمات فللفخر، كما أن اشتهر في ذلك حاتم الطائي كان كريم، ولكن من أجل أن تذهب الركبان بالشعر في مدحه، إنما عملت ليقال فقد قيل. وفيها حديث بنت حاتم الطائي أسرت في معركة من المعارك وغزوة من الغزوات، لعلها غزوة بدر، فلما أو غيرها يعني، فلما يعني علم بوجودها النسوة قلنا لها، يعني الصحابية قلنا سيري للرسول عليه الصلاة والسلام قل له أنا ابنة فلان، فقد كان يقري الضيف ويطعم المسكين واليتيم وكذا. فذهبت إليه عليه الصلاة والسلام فقالت له، فيعني ما أجابها، عاود المرة الثانية ما أجابها، الثالثة قال لا إنما كان يفعل أبوك ليقال فقد قيل. هو داك الشيء كيديروه باش يمدحوه الشعراء وتمشي به الركبان ويحسب النخوة، راه كيتنال الجزاء ديالو، ماشي كيديروا لأنه كريم حقيقة. لأن الكريم معنى الكريم الذي ينفق لا رجاء مدح ولا رجاء مقابل دنيوي مادي أبدا، فإذا ذاك راه كان كيتخلص، فهو كيخلص باش يتخلص، وهو عنده المدح يعني المعنوي بالنسبة ليه يشري بالفلوس، وهذا النوع موجود حتى الآن، كاين اللي كيخلص الفلوس ويدير الدعاية وينفق عليها أموال باش ينال واحد السمعة، وديك السمعة سينال بها شرفا وقيادة وسطوة وكذا وكذا. بكري في الجاهلية كان شكل، الآن تطورت الأمور، يمكن الآن يبغي ينجح في الانتخابات مثلا، هذه الصورة القديمة بصورة يعني بدائية صارت بصورة أخرى. فهذا يعني إنما فعل ليقال فقد قيل، راه تخلص في الدنيا. الكريم اللي فيه سجية الكرم يتمتع حينما يرى الفقير يستعيد عافيته، المريض يستعيد عافيته، أو يرى الفقير يطرد جوعه، هذاك يعني كيرتاح نفسيا، هذا كريم نعم. وهذا الذي يرجى له الأجر في الآخرة إن بناه على قصد التعبد. شاهد عندنا من كل هذا أنه الجاهلية لم تكن على خير إطلاقا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بدأ الحضارة الإسلامية. فيعني ما كانت الشروط ديال الانطلاق الحضاري، ما كانت الشروط نهائيا موجودة في الجزيرة العربية، ومع ذلك الله جل وعلا جعل من ذلك كله غطاء غطى العالمين، كرة أرضية كلها، ممن كان آنئذ في تلك المرحلة يمثل الحضارة البشرية، من الروم بيزنطة وفارس
سيطرة الأمة الإسلامية على حوض البحر الأبيض المتوسط كما معروف التاريخ، حتى أطلت حاصرت أوروبا من جهتيها الشرقية والغربية. ف يعني ماذا كان عند العرب؟ شو كان عندهم؟ لا شيء، كان لا تكنولوجيا ولا لا شيء، لا شيء. حتى السيوف الأسلحة كانت تستورد، أحسن سيف كان عند العرب كيجي من الهند مهند كما يسمونه في الشعر. فإذا الصناعات يعني حتى بالمعنى القديم يعني ما كانش العرب صناع، كانوا إما رعاة سراحة وإما أهل زراعة وحاتية صغيرة أو تجار، الشيء اللي كان عند العرب. وماذا بعد ذلك؟ لا شيء. فالصناعات كانت عند الهند، كانت عند الفرس، كانت عند الروم من بكري، مش حتى من بعد. صحيح انتقلت إلى البيئة الإسلامية ولكن بعد الإسلام. فإذا ماذا كان يملك العرب؟ الكلمة، كان شيء حاجة أخرى. اقرأ، هذا الشيء اللي كان عند العرب. يعني حينما نزلت اقرأ تحولت طبيعة الإنسان العربي إلى المسلم. أنا إذا ما بقاش عربي صار مسلم هي الأولى، وعربي بالتبع. ولذلك مسلم أظلت كل بشر وكل إنسان أسلم على وجه الأرض. فجاء الفارسي سلمان الفارسي، وجاء الرومي صهيب الرومي، وجاء الحبشي بلال الحبشي، وجاء فلان وعلان، واتسعت بذلك لتشمل الترك وغيرهم الأمازيغ وغيرهم وغيرهم وهلم جرا، وصار كل ذلك تحت راية واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا السر فعل الذي يعني أعطى للأمة قوتها. إذن نرجع إلى الأصل، وهو العبرة باش، العبرة بالبشر ولو كان قليلا. سيدنا محمد بوحده مع ثلاثة أربعة الناس، لأن الله جل وعلا من علو يدهم رب العالمين من فوق، من فوق سبع سماوات، قدر بأن ينصر ذلك الرجل وتلك السلة التي معه. إذا قدر وقضى فلا راد لقضائه ولا لقدره، انتهى. لأنه الذي يملك الكون، هو الذي يملك الأرض، يملك السماوات، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وهي في الدنيا من باب أولى وأحرى. مالك كل شيء سبحانه وتعالى، مالك كل شيء، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل جل وعلا. فمنشي سبحانه لا يزال مستويا على عرشه يدبر أمر مملكته. وذكر العبرة عند رب العالمين بمن يطيعه، من يطيعه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تفرقش بين هذه الحقائق وبين العمل ديالك في إدارة أو شركة أو مؤسسة، راه بحال بحال. أنا كنتكلم عن المخ أو عن الروح ديال المنهج، وهو أنه إن كنت لله كان الله لك. واحد الحديث عجيب هو الذي ذكر سأذكره بعد قليل على حال الجاهلية، ولكن فيه العبرة التي نريد. قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت الأرض كلها كافرة، ولكن مع ذلك كان رب العالمين عنده سبحانه واحد ثلاثة أربعة خمسة الناس شلاء طلع مؤمنين. مؤمنين باش مؤمنين سيدنا عيسى، فأيادهم ونصرهم وتقبل منهم وجعلهم من أهله. ماشي النصارى كاملة، لأن النصارى كانوا قد حرفوا دين المسيح عليه السلام وقالوا بالتثليث، ولكن كانوا واحد ثلاثة أربعة خمسة الناس، دي حاجة معدودة على رؤوس الأصابع، من النصارى بقوا على عقيدة التوحيد. وطردتهم الكنيسة البيزنطية، طردتهم الكنيسة الأوروبية، وهربوا ليبنوا الأديرة بدل الكنائس. هما اللي موجودين في قصة سلمان الفارسي، وموجودين في القصة ديال الحديث، إن الله، هذا هو الحديث الذي ذكرته قبله، إن الله اطلع على أهل الأرض فما قتهم إلا بقية من أهل الكتاب. يعني قبل البعثة أو قبيل البعثة بسنوات قلائل، يعني كيحكي لنا الحديث ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيفاش كانت الوضع ديال البشرية. أهل الأرض، ربي تعالى اطلع على أرض غضب عليهم كاملين فما قتهم، والمقت يعني هو أصعب صور الغضب الإلهي، نعوذ بالله من المقت ومن الغضب الرباني. فما قتهم، إنه هذا كيعبد حجرة، هذا كيعبد شجرة، هذا كيعبد المسيح، هذا كيعبد عزير، هذا يعني لا أحد يستجيب لله
ولدين الله الحق. لا العرب ولا العجم ولا اليهود ولا النصارى، كانوا النصارى أكثر يعني، ماشي ما كانوش قبل سيدنا محمد يعني، الآلاف المؤلفة ربما الملايين من النصارى كانوا موجودين، ولكن لا عبرة بأحد عنده منهم عند الله، أن كلهم يعني قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لكن هذه الطائفة لأنه قسنطين اللي اختار المسيحية الأوروبا اختارها بالشكل اللي أعطوه هذوك الرهبان وهو التثليث، وصارت الكنيسة تضطهد النصارى الموحدين. فيعني بعضهم دوبتهم الكنيسة ولو حتى هما من أصحاب التثليث، وبعضهم الآخر ممن حافظ على الدين هربا خوفا من الكنيسة، الكنيسة تحارب النصارى، ومشاو لمن؟ البلاد العرب، مشاو لبلاد العرب لأنها بلاد خالية وآمنة، وكيطلع الراهب للصمعة ويجلس يتفرغ لعبادة الله جل وعلا بما بقي له من حقائق الإنجيل الصحيح وبما بقي له من حقائق التوحيد. فهاد أربعة خمسة الناس الله جل وعلا استثناهم من غضبه على البشرية اجمع، شيء عجيب شيء سهل. إن الله طلع على أهل الأرض فمقته أي جميعا إلا بقية، بقية قليل من أهل الكتاب، فلان راه في الصمعة الفلانية في دير يعبد ربه ويوحده ويشتغل بخدمة الدين في حدود نفسه في خوصة نفسه، والآخر بينه وبينه ربما عشرات أو مئات أو آلاف كيلومترات في صومعة أخرى يتفرغ لعبادة ربه، ثلاثة أربعة خمسة الناس. قصة المال الفارسي تؤكد هذا، أنه رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الصحيح الذي يحكيه موقوفا عليه كيف أنه يعني كان أميرا من أمراء المجوس في إيران القديمة فارس، وكانوا أهل عبادة نار وسدنة نار، فمرت بهم طائفة من أهل الكتاب من النصارى أحد الأربعة ولا خمسة دايزين في أرض فارس، فنزلوا بجوارهم تلك الليلة، داروا الخيمة ديالهم، فطلع عليهم بليل فوجدهم يعبدون الله ويرتلون الإنجيل، فتأثر بهم، تأثر بهم. ولكن الإنجيل الحقيقي ماشي هذا اللي كيدوروا دابا، كذب باطل. فتأثر بهم وقال والله إن دينهم لا أفضل ولا خير من ديننا، فقرر وهو شاب صغير فقرر أن يهرب معهم، وفعل. فذهبوا به إلى جزيرة العرب لأن تما حاطين هذيك هي البلاصة اللي بقى فيها الخير، بس سبحان الله يورث الخير ديال سيدنا محمد بعد ذلك، يعني دورة تاريخية للدين عجيبة. فيبقى مع واحد منهم في صومعته يخدمه ويتعلم منه الدين والعبادة، حتى إذا حضرته الوفاة هذاك الراهب قريب يموت، يعني جعل سلمان ينظر إليه ويقول لقد حضرك ما ترى، يعني لا إله إلا الله هذا الموت، لقد حضرك ما ترى، فإلى من توصي بي؟ قال له ودي لا أعلم من في الأرض، في من في الأرض لا يزال على ما نحن فيه إلا فلان، فالتحق به. قال له ودي ما بقيش بالي شي واحد اللي بقي على هذا الشيء، هذا المنهج الدين النصراني الحقيقي القديم غير فلان، في المكان الفلاني التحق به. فيرسل به إلى ذلك الدير عند ذلك الراهب ويمشي عنده، فيعبد الله ويتعلم منه الدين ويبقى يخدمه إلى أن تحضره الوفاة، فيقول له نفس الكلام، واحد اثنين ثلاثة أربعة ديال الرهبان وما كيتسالوا، ما بقى في الأرض ولا أحد. الأخير قال له يعني لقد حضر كما ترى، فإلى من تصيب؟ قال له ما أعلم أنه قد بقي على ما نحن فيه من الدين من أهل الأرض أحد. صافي، آخر مؤمن، آخر نصراني على الدين المسيحي الحق، انقطع قبيل بعثة رسول الله وما بقي في الأرض أحد. إذن الحديث اللي كان مقصود إن الله اطلع على الأرض فمقتهم إلا بقية، هم هذا
إلا بقية من أهل الكهف هم هذا. فقبضوا وأظلمت الدنيا كلها لبعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام فجرا ينبثق على العالمين. فذلك الأخير الذي بقي معه سلمان الفارسي حتى قبض، يعني الراهب قبض، ما بقي بعده من نور حتى جاءت البعثة المحمدية وبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنتأمل هذه الواقعة، هذا مهم فعلا لزماننا نحن، أنه سل ثلاثة أو خمسة من ملايين البشر يسكنون الأرض في ذلك الوقت، يمقتهم الله جل وعلا جميعا ويستثني تلك الثلاثة أو أولئك الخمسة، يستثنيهم لما علم من إقامتهم للدين الحق في أنفسهم، في أنفسهم. فلذلك هذا الشيء العجيب الذي يظهر لك رحمة الله بالإنسان المؤمن حينما يستجيب له. في الحبشة وقد أسلم مالكها آنئذ النجاشي، وأسلم خفية لم يستطع أن يظهر إسلامه، ولا هو صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولا اعتمر، وإنما وحد الله جل وعلا، هذا الذي استطاع أن يفعل، وحد الله جل وعلا وآمن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك مات على الدين الحق ولم يشعر به أحد، لا من العرب ولا من العجم لا من الكفار ولا من المسلمين، لا أحد من أهل الأرض علم به من غير الخبر. رب العالمين من فوق سبع سماوات طمع على قلب النجاشي وعلم أنه مات على عقيدة التوحيد، فأوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام كيقول له الآن راه النجاشي مات وقد كان مؤمنا، فأمره أن يصلي عليه صلاة الغائب. والوقت اللي النصارى كيهزوا النجاشي باش يحطوه في القبر ديالو في الكنيسة بالحبشة، سيدنا محمد يتراءى له من خلال مشكاة النبوة، كيشوفوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه هو وأصحابه. النصارى كيسحب الأمراء هما اللي كيديروا شغلتهم وراه بيناتهم، يعني آلاف الكيلومترات سيدنا محمد راه كيصلي عليه في ديك اللحظة صلاة الجنازة. من هو النجاشي؟ واحد من الخلق، ما هو نبي ولا رسول ولا ولا ولا، عبد من العباد. وكثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا خير منه قطعا قطعا، مع ذلك رب العالمين ما تركه وما ترك قصته تمضي دون أن يعلم بها البشرية، باش يخبرنا أجمعين إلى يوم القيامة في زمننا هذا والذي يأتي، أن العبد إذا كان لله فإن الله جل وعلا لا يغفله، ما غاديش يغيب على ربي سبحانه، فهو يطلع على قلبه ويطلع على عزيمته وعلى ما اتخذ من قرار التوحيد والعبادة لله، فيجزيه بذلك نصرة في الدنيا، نصرة في الدنيا ونعيما مقيما في الآخرة. ما خصش يجينا الشك ولا أدنى شك في أمر الله وفي وعده، ما تخلعك شيء الفتن الكثيرة، لا ينبغي أن تفزعك المنكرات المحيطة ولا الأخبار الرهيبة ولا ولا ولا، رحم الكون الحقيقي هو رب الكون الملك القدوس سبحانه، ما عمر الكون ما يفلت له من الدو سبحانه في تدبيره وفي قيوميته، اللحظة تلو اللحظة وهو رب الزمان ورب المكان. فلذلك حينما تحتار بين أمرين أحدهما يرضي الله والآخر يغضب الله ويرضي بعض الناس أو بعض الجهات، فإذا اخترت ما يرضي الله فاعلم يقينا أن الله قد علم بك. هذه الأولى ديرها في بالك، خصك تعرف علما بأن الله تعالى راه مطلع على ذاك الشيء اللي راه كدير، وراه عالم بعلم الربوبية وشأن الربوبية في حقه بما وصف به نفسه من العلم سبحانه الرباني، أنك كنت له واخترت الله، وهو جل وعلا إذ علم ذلك وهو عليم به قبل أن يقع وبعد أن يقع سبحانه، فإنه لن يسلمك إلى أعدائه.
لن يسلمك إلى أعدائك وسينصرك. وما تقولش أنت كيف مستحيل وما يمكنش وأنا كذا، كما يأتي كثير من الناس يعني يريدون أن يعني أن يجدوا طرقا للربا أو لبعض المعاملات أو للحرام أو لل، هذا شيء غريب جدا. الإنسان يصادر الغيب، دول أنت عجب له يقول لك ودي أنا راه منهج واحد، ماشي تبالك هذه نازلة في شكل منهج واحد وعقلية واحدة ونفسية واحدة، يقول لك ودي أنا موظف يوميا تقريبا هذه الأسئلة كتجي يوميا، أنا موظف المنضى ديالي 3000 درهم ولا 4000 درهم ولا 2000 درهم ولا عنده زوجة موظفة كذا وكيجمعها حسابها حسابها وشحال نقدو إلى آخره، ما يمكنش نديرو الدار. هذا جهل بالله، جهل بالله، لأن ما تعرفش كيوقع له الآن. هذا راه مشكل عقدي عنده علاقة بالعقيدة. الآن هذا العبد هذا يصادر الغيب، يصادر المستقبل، لأنه حكم على راسه ولا يجوز له أن الرزق ديالو ديال غدا هو هذا المنضى اللي كيشاف. وما يدريك، وما يدريك لماذا تصادر، ما عندكش الحق. لا يجوز لك أن تصادر الغيب. هذه المعطيات المادية ديال دابا لكنها لا تحكم المستقبل إلا ظنا لا يقينا. علاش ما تختارش اختيار آخر وهو التوكل على الله جل وعلا؟ إذ تتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كي داير ماشي شغلك، واش انت تدخل في شؤون الربوبيه؟ سبحانه بغى يذوب الحيوط يذوب الجبال من اجلك قدير. سبحانه جل وعلا، لماذا نحجر اراده الله في عقولنا؟ يعني كندير القدره الالهيه كنرجلها بالعقل ديالي، انا ضعيف سميتي البشر والبشر نسبي محدود. هو سبحانه اسمه وصفه على كل شيء قدير. خليك مع رب الكون الذي يقدر على كل شيء، مش على واحد الرب انت مفصله على مخك. شيء غريب جدا عند الناس، هذا جهل بالله، جهل بالله وتعدي على سلطان الله في الارض. ما عندكش الحق انت تصادر الرزق ديال غدا. قدير سبحانه بان يفيض عليك بالخيرات والبركات من حيث لا تحتسب، اللي ما جاتكش على البال. والا فما معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ومعلوم ان جواب الشرط في العربيه يقتضي اللزوم والحتمية، يعني سميتها 100% جواب الشرط وجواب الأمر. ومن يتق الله يجعل، يعني يجعل 100%، فهذا وعد صادق قاطع من رب العالمين. ما جاكش الوعد، المشكلة في الشرط ماشي في المشروط. المشكلة عندك أنت في هذيك من يتق الله، هل اتقيت الله فعلا واخترت طريق العزيمة فعلا؟ والله ربك لا يسلمك للهم ولا للغم ولا للضيق ولا للحرج. فإذا كن عبد لله كما كان نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عبد واحد في الأرض أو 3 و4 الناس معه، 4 و5 من أهل الكتاب، بقية من أهل الكتاب قبيل بعثة رسول الله، وواحد معه 2 إذ هما في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الحديث ما بالك برجلين الله ثالثهما، وراء البشرية كلها ضدهم والعدو من كل مكان يبحث عنهم شبرا بشبر آثارا بآثار. سيدنا محمد على سكينة وعلى يقين عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر الصديق يقول له ما ترف دم، احنا جوج ربي من فوقنا سبحانه الثالث بدو مقاليد السماوات والارض. احنا حقيقه احنا بجوج ضعاف، ولكن اللي معانا هو رب الكون كله يملك قلوب الكفار. تجي لهنا وسيصرف قلبه، وهذاك يعني قدير سبحانه. القلب الكافر الجلف الغليظ ربي قلبه برضه قلب لين حلو حنان فيه امان، كل شيء قدر يصنعه سبحانه، او يخسف به او يقبضه. روحوا بين الدين رب العالمين سبحانه وتعالى. عدوك إن هو إلا عبد، عبد. وهذاك اللي يطغى عليك ويتجبر عليك قدير الله تعالى باش يجيبوا عليه يديه ورجليه يستعطفوك ويقلب الزمان لصالحك، لأن رب العالمين يتحكم في الزمان والمكان والإنسان. في حاجة نحن إلى علم كثير كبير بالله، وهذه الزبدة ديال العقيدة الإسلامية، زبدة التوحيد، خلاصة الإخلاص أن يكون لك علم بالله.
اللهم اجعلنا من العلماء به سبحانه العاملين بمقتضى ذلك على نهج رسوله عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.